السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم معتصم من قناة أندرويد تراما. نتمنى من رب العرش العظيم أن يبلغنا وبلغكم الصحة والعافية يا رب، ونكون دائما تأمين والأمين إن شاء الله. في درسنا اليوم سوف نتطرق إلى شرح برنامج هو طبعا من البرنامج المشهورة جدا الممكن تستخدمه بشكل يومي، هو برنامج واتساب، لكن واتساب بالنسخة بتختلف من النسخة السابقة، لأنه بجد هي النسخة الموجودة عندنا يوجد فيها ميزات بجد ميزات جميلة جدا. زي ما ملاحظين أمامنا في الشاشة الميزة المتواجدة في أسفل الشاشة، زي ما ذكرت لكم كل ما يظهر يعني نسخة بتكون يعني بيكون فيه ميزة ما بتكون متواجدة في الإصدار السابقة. سريع كده حنمشي نشوف الميزة كيف تتفعل في النسخة الموجودة أمامنا. بس قبل ما نبدأ في شرح الميزة أذكر وأنبه بالنسبة للناس اللي بيشاهدونا لأول مرة أو يزوروا القناة لأول مرة، نتمنى منهم دعمنا بالاشتراك في القناة لدعمنا واستمرارنا لقدام لتقديم المزيد من الخدمات، وبرضه لا تنسوا تفعيل الجرس لصلكم كل جديد وعمل لايك للفيديو إذا أمكن ذلك. بنمشي نشوف الميزة كيف تتفعل وفي أي جسم متواجدة في الاعداد بتاع زي ما شايفين نحن رجعنا الواتساب. طبعا معروف لدينا معلوم يعني لاي واحد استخدم الواتساب معروف انه يسجل كيف ويدخل كيف عشان اختصار للزمن. بنمشي هنا على يدنا اليمين هنا في الخيار الفوق بنمشي لسيتنج بتاع البرنامج واتساب، بنمشي هنا هومي ويل، بنمشي هومي ستايل هنا للخيار الاول، بنمشي هنا بوتين يعني هنا تفعيل للميزه. زي ما ملاحظين هنا بوتين هنا بيكون فعلت الميزه المتواجده امامنا زي ما ملاحظين، وهنا برضو في الاسفل ممكن الايقونه المتواجده للحاله بتاعتي او الصورة بتاعة المستخدم، ممكن تغيرها بالكاميرا، ممكن تغيرها بالرسائل. برضو بنرجع للسيتنج عشان يعني يكون المعلومة واصلة لديكم كاملة. هنا برضو في الخيار بوتم اللي بنلاحظين هنا دي بنعمل تفعيل للخيار عشان يظهر عندنا أيقونة الرسائل زي ما ملاحظين، جبال الأيقونة بتاعة الصورة المستخدم، وهنا بتاعة الرسائل زي ما ملاحظين هنا ممكن تعمل الرسائل لأي شخص زي ما ملاحظين هنا فيها ما بتكون متواجدة فيها فضة، وهنا كان فيها فضة تاني نرجع. طبعا فيه كمية من الخيارات يا إخواننا للبرنامج، بجد هو برنامج جميل جدا، وممكن زي ما ذكرت لكم أي نسخة بتكون متواجد فيها ميزات ما بتكون متواجدة في النسخة السابقة. طبعا كلها هي نسخ واتساب. هنا طبعا من بالنسبة للرسائل ممكن تفعل وتعمل خلفيات للألوان للدردشة في نوع الرسائل، التاريخ، الخلفية، يعني كمية من الاختصارات ممكن تقدر تستفيد منها في البرنامج. برضو هنا يعني زي ما ملاحظين هنا بنعمل برضو للخيار كله، ممكن نعمل لها لون زي ما ملاحظين هنا متواجدة فيها كمية من الخيارات بتاعة الألوان. بنرجع زي ما ملاحظين اتغير عندنا اللون الأيقونة بتاعت الرسائل، بنمشي برضو نخلي خيارنا لي أيقونة صورة المستخدم زي ما ملاحظين هنا. طبعا في ميزات كثيرة أنا ما عاوز أخش فيها عشان لي اختصار الزمن، بس حبيت أشرح الميزة المتواجدة في أسفل الشاشة، وطبعا لقدام حيكون في شرح أكثر وأعمق للصور المشتركين عندك بيكون في الأعلى للشاشة في الدرس القادم إن شاء الله. لحد هنا درسنا أنت، وأتمنى أن نكون الميزة فهمتوها وللإعداد بتاع البرنامج. طبعا رابط التحميل حيكون أسفل الفيديو إن شاء الله، وبرضو في نسخة أعلى من النسخة الموجودة عندنا أنزلها برضو بتكون متواجد فيها ميزة زي ما ذكرت لكم في الأسماء اللي بتكون أعلى للشاشة بالنسخة التحديث
للنسخه المتواجده امامنا باذن الله، وبرضه حيكون فيها درس مفصل للميزه المتواجده فيه باذن الله. لحد هنا درسنا اتناها، واذكر وانبه بالنسبه للناس اللي بيشاهدونا لاول مره، نتمنى منهم الاشتراك في القناه لدعمنا واستمرارنا لقدام لتقديم المزيد من الخدمات ان شاء الله. وبرضه لا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وعمل لايك للفيديو اذا امكن ذلك.